بحضور معاون رئيس أركان الجيش للميرا، احتفلت مديرية الهندسة الآلية الكهربائية بمناسبة الذكرى 68 لتأسيسها. هذا الصنف الفني الذي أثبت جدارة في معارك الجيش العراقي مع الإرهاب وأدام زخم المعركة بنجاح، وقدم جهود استثنائية في تصليح جميع الأسلحة والمدرعات والآليات في الميدان. هذا الصنف المعطاء الذي استطاع أن يرفض المعركة ويحافظ على ديمومتها من خلال تصليح وإنقاذ كافة العجلات العاطلة من ساحة المعركة وتصليحها وإرجاعها إلى الوحدات. هذا الصنف بالرغم من قلة الدعم ومن رغم من قلة المواد الاحتياطية إلا أنه استطاع أن يثبت جدارة كبيرة في هذا المجال. يعتبر صنف الهندسة الآلية الكهربائية من الصنوف الرئيسية والمؤثرة في الجيش العراقي، حيث يقوم بإعادة تصليح وإعمار كافة المعدات التي تتضرر نتيجة العمليات العسكرية من ناحية الإخلاء والتصليح. صنف الهندسة الآلية الكهربائية يطلع بمهام عديدة، منها تصليح وإدامة كافة الدروع الغربية والشرقية والعجلات وإنجازها بجهود ذاتية من خلال كوادرها الفنية المختصة. معمل الدروع الغربية يقوم بتصليح الدبابات والعجلات والناقلات الأشخاص المدرعة الغربية الأمريكية، ونقوم بتصليح تصليحات الخط الرابع، معناته تصليحات المحرك وأجزاء التبديل وأجزاء المناقلة والمدفع والبرج وكافة أجزاء الدبابة. عالميا يسمى صنف الصيانة، عندنا صنف الهندسة الآلية الكهربائية هو صنف يديم زخم استمرارية المعركة. نعرف احنا اللي يصير في المعارك من عطب لمعدات، من عطلات، من اللي يعيدها إلى المعركة. فصنف الهندسة الكهربائية يعني بعمر المديد، بضباط الأشاوس، بمراتبة، بفنيه ومهندسي قدروا أن يعيدون هاي المعدات إلى المعركة واستمر زخم المعركة. قمنا بإنجاز وتصنيع عدة مواد احتياطية، وبالوقت الأخير دخلت لنا مكائن تفريز ومكائن خراطة CNC حديثة جدا. وحقيقة يعني احنا في طور الإعداد والمساهمة في تصنيع مواد احتياطية يعني كانت مسبقا ليس بالإمكان تصنيعها بالمكائن التقليدية القديمة. ثمانية وستون عاما من العطاء لصنف الهندسة الآلية الكهربائية بمسيرة بناء الجيش العراقي من خلال تصليح مختلف خطوط الإنتاج من الأسلحة والمعدات والعجلات. محمد شويلي، إعلام وزارة الدفاع.